السلام عليكم. في عيدها 28 الوحدة اليمنية غياب أم تغيب؟ وحدة طالما تغنى بها اليمنيون وكانت زخما شعبيا ووطنيا يملأهم بالانتماء. غير أن العيد 28 للوحدة يمضي دون أثر يذكر، فاليمنيون يعيشون مأزقا تاريخيا ليس على مستوى وحدتهم بل على مصيرهم كشعب يناضل من أجل استعادة دولتهم المختطفة. فهل لحالة الغليان التي تعيشها البلاد وتحديدا في جنوب الوطن أثر على ذلك؟ خصوصا مع تصاعد موجة الدعوات الانفصالية المدعومة من أطراف في التحالف عملت وتعمل على خلق مشاريع انفصالية واستعمارية في جنوب الوطن ومكونات خارج إطار الدولة. أما أن الانتكاسات الكثيرة والكبيرة وأبرزها الخذلان السياسي للجماهير أفقد اليمنيين وهج اللحظة التاريخية وأثرها في وجدانهم. فكيف يحيي اليمنيون عيد وحدتهم أمام مخاطر التشظي والتقسيم التي تحيط بهم وبخارطتهم الوطنية؟ ولماذا يغيب الاحتفاء بالعيد هذا العام وتغيب مظاهره في المدن اليمنية؟ ولماذا تغفل السلطة السياسية عن الاحتفاء بمناسبة كهذه؟ سؤال الوحدة اليمنية بين الوحدة السياسية والوحدة الوطنية، معركة اليمنيين تحت راية وعلم الوحدة، واليمن الاتحادي هل هو صيغة مقبولة للوحدة وتجاوز لعثراتها؟ كل ذلك سنناقش في مسائنا اليمني لهذه الليلة. نذهب أولا للتقرير، فأهلا بكم. أنا يمني، أنا يمني، واسأل التاريخ عني، أنا يمني. 28 خطوة من خطوات الوحدة اليمنية التي كان من المفترض أن تمضي في الاتجاه الصحيح، غير أن ذلك الصباح اليمني الذي أشرق صبيحة 22 من مايو من العام 90 تخللته أحزان وانكسارات كانت بدايتها في المرحلة الانتقالية التي تلت الوحدة، ثم 7 من يوليو التي استبدلت الوحدة السلمية بوحدة مضادة ومسلحة. عاش اليمنيون لحظات وطنية خاطفة وعاطفة جياشة يتذكرها أطفال المدارس، ويتذكرها الذين ذرفوا دموعهم لحظة نزع البراميل بين الشطرين وارتفاع علم اليمن الموحد من العاصمة صنعاء في وحدة سلمية فاجأت المتغيرات التي كانت تعيشها المنطقة في تلك المرحلة إبان أزمة الخليج. لا يختلف اثنان حول جذور الوحدة التي امتدت من الجنوب إلى الشمال، وبالذات في الفكر السياسي الوحدوي الذي كان حاضرا في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية قبل الوحدة، إضافة إلى التنازلات السياسية التي قدمها الشريك السياسي للوحدة الحزب الاشتراكي اليمني. انقسم الوحدويون على أنفسهم بين من يدين 22 من مايو بسبب الحرب بثوب وحدوي ضد الوحدة والشراكة في صيف 94، وبين من يرى 22 من مايو يوما للتاريخ وما حصل بعد ذلك اليوم التاريخي لا يدينه. في اللحظة اليمنية الراهنة يحيي اليمنيون عيد وحدتهم، يغيب الاحتفاء بالعيد وتغيب بعض مظاهره في المدن اليمنية في ظل حالة غليان تعيشها البلاد بشكل عام والجنوب بشكل خاص، وهذه الآثار انعكست على ملامح ذكرى إعادة تحقيق الوحدة. خيار الوحدة اليمنية بين الوحدة السياسية والوحدة الوطنية ومعركة اليمنيين تحت راية علم اليمن الاتحادي قد يطرح صيغة جديدة ومقبولة للوحدة، ويتجاوز عثراتها التي تجاوزت القشة إلى الدبابة التي قسمت ظهر الوحدة. واسأل التاريخ عني، أنا يمني، أنا يمني، أنا يمني، واسأل التاريخ عني، أنا يمني. إذن مشاهدينا الكرام، لمناقشة هذه الحلقة سيكون معنا عبر سكايب الكاتب مصطفى الجبزي من فرنسا، وسينضمه آخرون أيضا. دعني أبدأ معك. مساء الخير أولا مصطفى. مساء النور لكم في القناة، ومساء النور لكل متابعيكم في اليمن العزيز. أهلا بك أستاذ مصطفى، ودعني أبدأ معك حواري بمقال كتبته على صفحتك الشخصية في الفيسبوك. تحدثت عن خجلنا أو عن خجلنا من الوحدة لذنب لم نقترف نحن، هل وضحت هذه الصورة؟ في البداية أنتهز هذه المناسبة لأبعث بحر التهاني للشعب اليمني كافة بهذه المناسبة العزيزة التي تتباين حولها المشاعر بين الاحتفاء ولو بخجل كبير وبين التذمر ورفضها ونكرانها في الطرف الآخر. نعم، كتبت أننا نحتفي بمزيد من الخجل ولا نجرؤ على القول أن هذه الوحدة هي مكسب وطني كبير،
على الصعيد السياسي مكسب، لأنها أولا كانت تحمل مشروعا هاما لليمنيين، وهو الانتقال من الدولة البوليسية إلى الدولة الديمقراطية، وهو إزالة الحدود الجغرافية السياسية التي فرضتها فترة التشطير، وأيضا الانتقال إلى مرحلة ما بعد التسعين لمواكبة التغيرات العالمية الكبيرة. نعم. إلا أن كما أسلف تقريركم تعرضت هذه الوحدة أو هذا المشروع في الأصل، فهي الوحدة مشروع سياسي، تعرض لكثير من النكبات والنكران بين شريكي، على الأقل من طرف من أحد أطراف أو الشركاء في هذه الوحدة، وانزلقت البلد إلى حرب خاطفة ترتب عليها كثير من الإجحاف والظلم بسبب النهج السياسي الذي تبناه المنتصر في تلك المعركة، وهو عموما لم ينتصر، إنما خسر اليمنيون مشروعا جميلا، ومارس سياسة المنتصر الذي لا يحمل مشروعا سوى التفرد بالسلطة، وبالتالي ما أضاع المشروع الاقتصادي، المشروع السياسي، التنوع، التعدد، وأضاع أيضا تلك الفرصة التي تمناها يمنيون كثر والتي نجدها حاضرة بقوة في الأدبيات السياسية وفي الموروث، وأيضا تغنى بها على أكثر من صعيد اليمنيون منذ أن بدأوا على تأسيس الدولة الوطنية في اليمن في ستينيات القرن المنصرم. نعم، لكن يعني أنت تحدثت أيضا عن ذنب لم يقترفه الشعب الشمالي، ولكنه حمل هذا الذنب. عن أي ذنب بالضبط قصدت؟ الذنب الذي قصدته هو خذلان أو التنكر لمشروع الوحدة. نعم. ولم يقترفه الشعب اليمني بأكمله، هناك تحالفات سياسية قامت على أكثر من أساس قوضت مشروع الوحدة وجعلته مشروعا ضيقا، ومارست كثير من الإلحاف كما قلنا، وأيضا تنكرت لأسس هذه الوحدة. لا ننسى أن واحدة من الأفكار التي كانت ضمن المشروع الوحدوي هي السلطة، نظام السلطة المحلية وسع الصلاحيات، وكانت تدور أفكار كثيرة يمكنها أن تعالج مسألة التفرد في السلطة والمركزية، وأيضا انتقلنا بشكل مفاجئ إلى نظام رأسمالي لنقل، هي تجربة رأسمالية بشعة، لكن حدث تغول كثير جدا، والدولة تنازلت عن التزاماتها تجاه المواطنين، وبالتالي دخلنا في كساد، ودخلنا في حالة معيشية صعبة جدا بسبب ارتفاع المعيشة وسوء إدارة الاقتصاد وإهدار الفرص. الشعب اليمني لم يكن هو السبب في تلك الحرب، كانت هناك خيارات سياسية بدأت بالحوار، لنتذكر أن الحرب كانت مسبوقة بحوارات وبتوقيع اتفاقية مشهورة في الأردن برعاية الملك الراحل في الأردن، وكانت من عدة نقاط تعالج الإشكالات الآنية حينها، وأيضا تسمح بالانتقال لمرحلة ما بعد ذلك الصراع الذي نشأ منذ أول يوم من الوحدة، بسبب أن كل طرف عمليا كان يحاول أن يقوض الطرف الآخر ويستحوذ على العملية برمتها، لكن علي عبد الله صالح بتحالفات إيديولوجية وبرؤية بدائية عاملة على اقتحام الجنوب، وأفقد اليمنيين أولا وهج والفرحة بهذا المشروع، وثانيا قوض مؤسسات الدولة وحولها إلى إقطاعيات، ومارس ما كان يمارس في الشمال من غياب للدولة وغياب للقانون، وأنه بدل حدث ترييف وحدث قبيلة للإدارة العامة والمصالح العامة. نعم. إذن يعني بطبيعة الحال الوحدة اليمنية مرت بكثير من المحطات، ربما أبرزها 94 يعني التي غيرت أو حولت مسارها إلى مسار مختلف نوعا ما، ثم 2007 ظهور الحراك السلمي، ولكن أنت تحدثت عن نقطة مهمة وجوهرية وهي 2011 ومدى تأثيره، أو يعني جعله متغيرا مع انطباعات الناس حول الوحدة وحول الحراك السلمي وحول أيضا مصير هذه الوحدة. كما كان العام 90 يحمل منعطفا تاريخيا هاما لحياة اليمين وهو الوحدة،
في لحظة فارقة في المنطقة، ربما أن بلد ينتقل إلى مرحلة من مرحلات الدولة ذات الحزب الواحد إلى العملية الديمقراطية التمثيلية وإلى التنوع والتعدد والديمقراطية في بيئة ليست ديمقراطية. لا ننسى أن الدول الكوار هي مملكات ذات نظم سياسية مختلفة، وأيضا في الجهة الأخرى من البحر الأحمر دول كانت تعيش تجارب مماثلة دول الحزب الواحد وما إلى ذلك. هذا الانتقال هام خذل كما قلنا في 94، وترتب عليه كثير من المشاكل بسبب الإقصاء والتهميش والسياسة الزبونية التي مرست من طرف صالح، وبدأ يتنصل لكل شركائه بما فيهم الذين شاركوه في تلك الحرب التي قوضت مشروع الوحدة، وبدأ يقصي كل الأطراف وكل مرتكزات السلطة التي كان يقوم عليها في السابق، ويحاول الانفراد. وانتقلنا من مشروع تعديلة الدستور إلى التوريث إلى قلعة العداد، هذه المفردات الهامة التي يجب أن لا ننساها في حديثنا عن التاريخ السياسي اليمني. حتى قلنا تلك المشاكل كان يتم التعبير عنها بشكل منفرد ومنفصل عن الآخر، ونشأت كل لنقول قطاع جغرافي حاول أن يعالج التهميش والإقصاء بطريقته المختلفة، إما تمرد عسكري كما حدث في صعدة، أو كما قلنا الحراك السلمي في الجنوب. إلا أن 2011 حمل مشروعا جامعا لليمنيين، وهو إعادة صياغة الوحدة، تصويب العملية السياسية وإعادتها إلى المسار الصحيح، تقاسم الثروة والسلطة والانتقال من التوريث إلى المشاركة والتعدد والتنوع. وأيضا حمل في طياته 2011 ملمحا جديدا هو الملمح السلمي، ربما يكون امتداد بشكل أو بآخر لما حدث في الجنوب. لا ننسى أن الحراك السلمي الذي انطلق في الجنوب هو حراكا سلميا، وكان خطابه راقي، وكان يمارس الممارسات الديمقراطية السليمة من تظاهرات واحتشادات وما إلى ذلك. بالتالي 2011 أيضا أضاف زخما أكبر، بحكم أن كل المحافظات شاركت، بأن الطليعة كانت هي الشباب، بأن الأدبية التي طرحت في عام 2011 كانت شاملة لكل اليمنيين، وكانت تصوب سهامها نحو الخلل الحقيقي في العملية فيما يحدث في اليمن، وهو الاستحواذ والإقصاء والتهميش وعملية التوريث وعدم الاهتمام بقضايا الناس وهمومهم ومشاكلهم. نعم، إذن شكرا جزيلا لك الكاتب مصطفى الجبزي، كنت معنا عبر سكايب من فرنسا. ويعود حواري مع ضيفي، الأول نزار هيثم عبر الأقمار الاصطناعي، عضو اللجنة الإعلامية في المجلس الانتقالي من عدن. مساء الخير أستاذ نزار. وأيضا أرحب بالأستاذ إبراهيم القعطبي عبر سكايب، وناشط سياسي من نيويورك. مساء الخير أستاذ إبراهيم. أبدأ حديثي معك أستاذ نزار. نزار، يعني تعرضت الوحدة لتجريف حاد وممنهج، خصوصا في السنوات العشر الأخيرة التي بدأت من مطالبات جنوبية قبل أن تتحول أيضا إلى مطالب للانفصال. ما الذي تعني لكم الوحدة؟ هي نكبة وليست وحدة، وهي الذكرى 28 لنكبة عام 90، 22 مايو 90. الوحدة هي بالنسبة لنا خطيئة يجب أن تنتهي بكل تأكيد، لم تعد موجودة في قلوب الناس أو حتى في وجدانهم وعقولهم. ما بني على باطل فهو باطل، للأسف لم تكن هناك بنية صحيحة لمعنى الدولة عندما أعلنت في 22 مايو. كان هناك للأسف أطماع واضحة من خلال التحالف الذي قام في صنعاء بقيادة علي عبد الله صالح وحزب الإصلاح والعديد من القبائل والقيادات العسكرية التي كانت تتواجد تلك الفترة. كانت النوايا مبيتة بالفعل للغدر بالشريك الجنوبي، وهذا ما حصل بالفعل في السنة الأولى بعد إعلان النكبة. حدثت اغتيالات عديدة للعديد من الكوادر الجنوبية التي أكدت بما يدع مجالا للشك أن المغزى الحقيقي ليس هو فقط الوحدة فيما بين الجنوب العربي أو ما بين الجمهورية العربية اليمنية، بل هو الاستحواذ على الأرض ونهب الثروات، وهذا ما حصل وثبت أيضا في عام 94 عندما اجتاحت القوى
الشمالية للجنوب وبعدها صار احتلالا بواحنا. نعم، إذا هذا رأيك أستاذ نزار. دعني أستمع لرأي ضيفي الآخر أستاذ إبراهيم. أستاذ إبراهيم، ربما استمعت لحديث الأستاذ نزار حول الوحدة اليمنية والذي أسماها بالنكبة التي بنيت على باطل كما قال، فهي باطل إذن، خاصة أنه صوغها بأنها أظهرت أطماع واضحة من زعماء الشمال يعني للاستئثار بالشريك الجنوبي. برأيك أنت أستاذ إبراهيم، ما الذي تعني الوحدة اليمنية للشارع الجنوبي واليمنيين عموما؟ أولا نبارك للشعب اليمني بهذه الوحدة اليمنية الخالدة، وحدة الإنسان والأرض. يجب أن ننوه أنه في كل محطات التاريخ هناك انقلابات تأتي من مجموعات أو من شخصيات سياسية أو من أحزاب أو من مناطق، كما حدث في كثير من المناطق اليمنية، ويجب أن لا نحمل الوحدة اليمنية ووحدة الأرض والإنسان ما ترتكبه الساسة والأنظمة من جرائم بحق الوطن وحق المواطنين، سواء كان ذلك شمالا أو جنوبا. هذا يجب أن نسلم بهذا المصطلح. الأخ عندما يتحدث على أنه نهب للثروة والسلطة، هناك طبعا كان في بعد الوحدة تم انتهاك حقوق الإخوة في المناطق الجنوبية من قبل نظام صالح، وانتهكها كما كان ينتهك أيضا حقوق المواطنين في المحافظة الشمالية. كما تعرف النظام كان يحصر، نظام صالح كان يحصر النظام في عائلته وأسرته وقبيلته ومنطقته. لكن الشعوب عادة تنهض بالمشاريع الكبيرة وبالمشاريع الوحدوية، كما تعرفين في ألمانيا كيف توحدت ألمانيا وأصبحت قوة عظمى ونهضوا، حتى إنه كان هناك أنظمة مختلفة ذات طابع سياسي مختلف في ألمانيا بشقيها، وأصبحت الآن قوة لأنه هناك كان نظام حكم أسس على الشراكة الحقيقية وعلى الوحدة وعلى الانتماء الوطني وعلى بناء الإنسان والأرض والوطن. لكن المشكلة الحقيقية في اليمن، الأخ يتذكر أنه كانت هناك أطماع وكذلك، وهذا لا ينفي أحد أن أسرة صالح وعائلته ونظامه كان لديه أطماع، ليس في الجنوب فقط وإنما في كل المناطق اليمنية. لكن أن نعالج الخطأ بالخطأ، هذه هي المشكلة الحقيقية. الجنوب كان محتل من قبل النظام الإمبراطورية البريطانية، كان أيضا هناك صراعات دموية قبل الوحدة. عندما نتحدث أنه كأن الجنوب كان ساحة فقط تكتسح أراضيها الورود وكانت ناطحة سحاب وكان نظاما ديمقراطيا، هذه مغالطة تاريخية كبرى. كانت هناك أنظمة دموية في الجنوب كما كانت هناك أنظمة دموية في الشمال. هناك يعني يعرف الكثير مجزرة الهادي عشر من يناير في 86 ارتكبت فيها الجرائم الشنيعة أكثر مما ارتكبت من جرائم في الشمال. فلذلك يجب أن يكون المشروع الكبير لكل اليمنيين هو استعادة الدولة، هي الوحدة ولحمة المواطن اليمني على ضوء الوحدة العربية، أن نحمل الجريمة الوحدة والمواطن في الشمال أو في الجنوب، هذه بحد ذاتها جريمة. وعندما يتذكر أنه يجب أن تنتهي هذه الوحدة ويريد أن يستبدل المناطق باحتلال سعودي إماراتي، هذه هي الكارثة الأكبر. يعني نتحدث على استعادة وطن، أنا ليس عندي مشكلة إذا استعاد الجنوبيون دولة، أما أن نسلم دولة لشوية في الإمارات العربية المتحدة كما يتم الاحتلال الآن، وأن تسير الأنظمة بالقوة الآن، تسير المطارات والموانئ في المناطق الجنوبية من دول كدولة الإمارات العربية المتحدة. والأخ يتحدث عن إنهاء الوحدة وعن استعادة الدولة، وهذه مغالطة كبيرة. أصبحت طيب اسمح لي، اتضحت فكرتك أستاذ إبراهيم. نعم، طرحت العديد من النقاط، يعني حتى أترك لضيفي المجال للرد. أستاذ نزار، يعني استمعت وأرى ابتسامتك يعني التي تشي بكثير من الردود. دعني يعني أركز على بعض النقاط. أنت تحدثت عن أطماع للشمال، ولكن ذلك كان هو حكم صالح الذي استباح الشمال والجنوب، ليس فقط الجنوب، ووضع يده
بعده على كل خيرات البلاد شمالا وجنوبا. الشعوب اندمجت وانصهرت مع بعضها البعض في مجال لا يمكن نكرانه. حتى الآن هناك العديد من الأسر الجنوبية تعيش في صنعاء وفي شمال البلاد وتزاوجت وتوالدت، ويعني مسألة الانفصال لم تعد بمسألة يعني بالسهولة التي تتحدث عنها أنه خطأ يعني لابد من تصحيحه. العالم يذهب نحو الاندماج وأنتم تريدون الانفصال. أستاذ نزار، العديد من النقاط طرحها الأستاذ إبراهيم، تفضل. طبعا أنا أستغرب أن لا زال هناك بشر لا زالوا يتأملون أن هذه الوحدة لا زالت على قيد الحياة. للأسف 28 عاما اكتسبنا منجزات للأمانة يجب أن نتحدث عنها في الجنوب. الجنوبيين لم يكونوا يعرفوا مثلا الماطور الكهربائي، لكن بفضل نكبة 22 مايو تعرف الشعب في الجنوب على أشياء اسمها الماطور تتواجد ما بينهم في الشوارع والبيوت. أيضا تعرفنا على بوز الماء التي يجب أن نشتري منها، بينما لم تكن موجودة هذه قبل 90. هذه المنجزات الحقيقية التي يعيش فيها الشعب حاليا والتي يفرح لها الأخ. وحاليا للأسف بينما الشعب في الجنوب فرح لأنه سيتحرر أخيرا من هذه النكبة، نجد أننا وللأسف الوضع في صنعاء صار دمويا، النزيف مستمر. الجمهورية التي يتشدق بها الأخ، وكيف هو الوضع في عدن؟ يعني هل هو الآن يعني سلموها هؤلاء العايشين في نيويورك؟ نعم، يعني الوضع في الشمال دموي، يعني كيف هو في الجنوب؟ أليس دمويا أيضا بينكم البين؟ بيننا البين لا يتواجد شيء للأسف. نحن أغلب الأحداث هي تأتي من الشمال، الاعتداءات تأتي من الشمال، وآخرها في عام 2015 عندما اعتدى الحوثيين وصالح على عدن وعلى المناطق الجنوبية. هذه نكبة ثالثة أيضا، عندما يتحدثون أن صالح هو الذي يتحمل المسؤولية فهذا خطيئة أخرى وكذبة من الكذبات التي يحاول أن يرددها البعض. المنظومة في الشمال تكاد تكون مشتركة في عملية التدمير الذي حصل للجنوب منذ 94 وحتى الآن. لا زال على رأس السلطة حاليا النائب الأول علي محسن الأحمر. للأسف هذا الرجل هو من كان يقصف عدن بالكاتيوشا وقتل الكثير من أبناء عدن وأبناء المحافظات الجنوبية الأخرى. فكيف بالله عليك أن يتكلم الأخ هذا أن هذه الوحدة ستكون موجودة بيننا وبين الحوثيين أو علي محسن الأحمر أو حزب الإصلاح الذي كفر شعب الجنوب في 94؟ هذا منطق غريب جدا يعني، وهو نفس المنطق يعني الذي كان يعمله علي عبد الصالح الوحدة أو الموت يعني للجنوبيين. يعني أنتم كمجلس انتقالي هل تمثلون كل الشعب الجنوبي؟ حتى لا أتحدث باسم المجلس الانتقالي، المتحدث الرسمي للمجلس الانتقالي الأستاذ سالم العلقي. أنا أتيت هنا بصفتي الشخصية، نعم، وبصفتي أحد أبناء الجنوب الذين للأسف عانوا كثيرا من هذه النكبة. إذن يعني هناك العديد من الائتلافات في الجنوب، هل المجلس الانتقالي يمثل كل الجنوبيين؟ هل منطق الانفصال، دعني أن أتحدث عن المجلس الانتقالي إذا كنت لا يعني تتحدث بصفتك الشخصية، هل هذا منطق الانفصال الذي تتحدث عنه هو منطق كل الجنوبيين؟ كيف استطعتم أن تحصلوا على يعني إجابة عامة دون استفتاء، دون الذهاب إلى يعني أخذ رأي الناس؟ يعني حتى إلى الآن ما زلت أقول لك أن هناك كثير من الأسر ما زالت تعيش في صنعاء متعايشة بوضع طبيعي، لا تتحدث عن انفصال ولا عن أي شيء من الحديث الذي تتحدث عنه. العلاقات الأسرية كانت قبل 90 موجودة، بل بالعكس بعض العلاقات تدمرت بعد النكبة. هذه حقيقة يجب أن يعلمها الجميع. الروابط الأسرية ستستمر، الجنوبيين مزوجون أيضا من دول أخرى، فهل هذا يعني أننا نرتبط مع تلك الدول بوحدة سياسية؟ الكلام المنطقي يجب أن يكون واضحا. العملية السياسية انتهت بعد احتلال الجنوب في 94، وبالتالي الحديث عن وحدة لم يعد متاحا حاليا. هناك مطالبات واضحة من الشعب الجنوبي بعودة أو استعادة الدولة الجنوبية التي كانت قائمة ما قبل 22 مايو 90، واعتقد هذا حق من حقوق الشعوب. نعم، لكن لم تجيبني، يعني كيف استطعتم ان تحددوا ان هذه مطالب كل الشعب الجنوبي؟ الشعب الجنوبي هو من يخرج للشارع وينادي بطلب الاستقلال، واي مكون سياسي او كيان سياسي موجود حاليا
سيلبي رغبة هذا الشارع بالمطالبة القانونية لاستعادة الدولة، وبالتالي المجلس الانتقالي الجنوبي يتبنى مطالب الشارع الجنوبي، وبكل تأكيد الشارع الجنوبي سيلتف حول هذا الكيان السياسي الذي يمثلهم في أي مفاوضات قادمة لاستعادة الكيان الجنوبي بإذن الله. نعم، إذا أستاذ إبراهيم، يعني يقول أستاذ نزار أن الوحدة انتهت عمليا في 94، الوحدة السياسية، لا شأن للحديث عن روابط أسرية أو اندماج الشعوب، يعني المسألة أكثر من نظام صالح، وإنما منظومة شمالية هي المتحكمة بما حدث من مآسي عايشها الشعب الجنوبي، ما رأيك؟ على مر التاريخ يظهر بين الفترة والأخرى المشاريع الصغيرة الهدامة للمشروع الوطني الجامع، والتي يعني تستخدم بعض القضايا الحقوقية وقضايا المساواة والعدالة من أجل جر الشارع والأبناء المناطق الجنوبية إلى يعني اتجاه ضيق لا يخدم لا الجنوبيين ولا يخدم اليمن ولا يخدم المنطقة. كما تعرف الآن حتى المجلس الانتقالي الجنوبي هو مسير وليس مخير، تديره دولة الإمارة العربية لمجرد أطماع في الموانئ والسواحل والجزر اليمنية، وليس له دخل باستعادة القضية الجنوبية أو الدولة الجنوبية. هناك يجب أن نفرق أن المشاريع الصغيرة دائما ما تظهر في أي منطقة في العالم يجد فيها صراع على السلطة وعلى الهوية، وهذا هي المشكلة الحقيقية التي توجد الآن في اليمن. أصحاب المشاريع الصغيرة تظهر في من خلال الحركة الحوثية ومن خلال يعني بقايا نظام آل عفاش والنظام الإمامي والآن النظام التشتيري، وهذه أمور تظهر بين الحين والآخر ويلقى من يمول لها، لأن البعض داخليا وخارجيا لديه بعض المطامع في الأرض اليمنية كونها تقع على موقع استراتيجي هام. الأخ يتكلم وكأنه من عالم آخر وكأن الأرض تاريخيا وجغرافيا وعرقيا ودينيا متصلة ببعضها البعض، وكأننا المحافظة الجنوبية مناطق نازلة من الكون وليست جزء من اليمن الكبير الذي ظل يمنا موحدا على مر التاريخ إلى أن أتانا العثمانيون والبريطانيون وغيرهم من الغزاة الذين حاولوا تجزئة اليمن وتشتيته بهذا، وخلقوا من هذه العقليات التي تؤمن من هناك عربي يعني جنوب عربي، وأن هناك دولة يعني بعيدة عنا، وأننا ليس لدينا لا صلات ولا لسنا من نفس الأرض. المشكلة الحقيقية أنه هذه المشاريع تظهر بين الحين والآخر ويلقى من يمولها، وهذا واضحا في الشمال والجنوب، الحوثيين من خلال إيران، والآن المجلس الانتقالي أو ما يسمى بالمجلس الانفصالي الجنوبي من خلال دولة الإمارات، وليس لهم حق التصرف هؤلاء قرارهم، حتى من يدخل البلد ويخرج من الموانئ والشواطئ والمطارات اليمنية يظل بيد الإمارات ولا يستطيعون تحرير ذلك. الأخ يتحدث عن النظام وعن القانون وسعادة الأرض ولم يستطيعوا حتى تأمين شارع داخل العاصمة عدن. المشكلة الحقيقية الآن ما يحصل في المناطق الجنوبية هو أسوأ بكثير مما يحصل في المناطق الشمالية، كان هناك الآن تؤسس ميليشيات مناطقية من شبوة وحضرموت وعدن في كل المناطق، ستصبح يعني مسيطرة على الوضع الجنوبي يعني ستنتدب فقط لمشاريع خارجية لا يهمها الشارع الجنوبي، وهذا ما حصل على الثلاث السنوات الماضية. تم احتلالنا من قبل يعني كما حصل مؤخرا في سقطرة من قبل يعني دولة الإمارة العربية المتحدة، وهم مرحبين بذلك عن أي استعارة دولة وعن أي وحدة يتحدثون وعن أي انفصال يتحدثون وعن أي هوية منفصلة يتحدثون. لا أعرف العالم. نعم، إذا دعني أسأل هذا السؤال للأستاذ نزار وهو يستمع إليك. أستاذ نزار، يعني عن أي وحدة تتحدثون كما قال الأستاذ إبراهيم، وأنتم تسلمون البلد على طبق من فضة لمحتل جديد وأنتم مرحبون بذلك، وربما سلمت سقطرة كما رأينا بكل بساطة واستبيحت آثارها وأشجارها وطيورها بشكل واضح، يعني وأنتم لا ترون في ذلك أي احتلال؟ الاحتلال يتواجد للأسف في عقول بعض الجهات الموالية للإخوان المسلمين الذين للأسف يحاولون أن يطعنوا التحالف العربي في الظهر، وكعادتهم ليس من الآن.
ولكن لأكثر من 4 سنوات وهم متخاذلين عن تحرير صنعاء، رغم أن التحالف العربي والجنوبيين يتقدمون لتحرير المناطق الشمالية وهم للأسف مستمرين في السبات العظيم في الجبهات القتالية التي يقودونها. حقيقة الزيف الذي يذكره الأخ كبير جدا، لا أستطيع أن أصمت عنه. أولا التاريخ، عندما يتحدث عن التاريخ هو لا يعلم أساسا تاريخه أن عمر اليمن السياسي لا يتجاوز 100 عام عندما تحولت من المملكة المتوكلية الهاشمية إلى المملكة المتوكلية اليمنية. هنا ثبت اسم اليمن سياسيا، لم تتوجد اسم اليمن سياسيا من قبل هذا التاريخ. ثانيا موضوع الوحدة أو أن هناك وحدة من قبل، هذه خرافة أخرى. عندما يتحدث أن هناك يمن موحد من سابق، أنا أتحداه من هنا أن يثبت لنا ما هي تلك الدولة التي كانت تتواجد من قبل 22 مايو. من هنا أنا أتحداها رجلا. نعم، دعنا نتحدث عن التاريخ الحديث. ما هي الدولة التي كانت تتواجد قبل 22 مايو 90 وكانت موحدة، وما هي اسمها، وما هو كان آخر رئيس لها؟ لن يجد هذا الكلام، هذه خرافة من الخرافات التي هم ابتكروها. نعم، إذن يعني دعني أعود إلى النقطة الأولى التي طرحتها، وهي مسألة أن الاحتلال هو فقط في عقول الإخوان المسلمين كما تحدثت. لكن أود أن أذكرك أن هناك بيان صادر من يعني الرئاسة يتحدث عن يعني المخالفات التي قامت بها الإمارات، وبأنها احتلت سوق قطر بشكل واضح، وأرفق تقارير دولية إلى الأمم المتحدة التي عادت للحديث بأن سوق قطرة يمنية ولا يحق لأحد المساس بهذا الأمر. التحالف أيضا الذي تتحدث عنه في كل بياناته يؤكد على يمن واحد وعلى الوحدة اليمنية والمحافظة عليها. فألا تجد أنكم متناقضون في هذه النقطة؟ تؤمنون ببعض ما يعني التحالف وتكفرون بالآخر؟ غير صحيح، نحن صادقون جدا مع التحالف العربي منذ اليوم الأول. نعم، إذن التحالف يتحدث عن الوحدة اليمنية، كيف تفسر ذلك؟ نعم، ما هي المصداقية التي أنتم مع والتحالف في كل بياناته يؤكد على يمن موحد؟ بالنسبة لنا نحن نتمنى أن يظل الجغرافيا التي تسمى الجمهورية العربية اليمنية جهة واحدة ودولة واحدة، نتمنى هذا، ونتمنى أن يصحى الإصلاحيون ويدافعون عن أرضهم التي استولى عليها الحوثيون ويكاد يكون قريبا يتحول إلى مملكة. المشكلة ليست في الجنوب، المشكلة في الشمال. المشكلة أستاذ نزار، نعم، اسمح لي يعني أوضح لك أكثر. أنا لا أتحدث عن الجمهورية العربية اليمنية. التحالف لا يتحدث عن الجمهورية العربية اليمنية، التحالف يتحدث عن الجمهورية اليمنية ويتحدث عن الوحدة اليمنية وأكدها في أكثر من بيان. كيف تفسر ذلك؟ أو كيف يعني نحن نتعاطى مع التصريحات الدبلوماسية، هي في الأخير تصريحات دبلوماسية يجب أن يقولها. يعني هم يعدونكم بالانفصال، التحالف بغير التصريحات الدبلوماسية يعدكم بالانفصال سرا بينكم البين؟ لا نريد من أحد أن يدعمنا، نحن أساسا الإرادة الشعبية هي التي تخول للجنوبيين أن يطالبوا بحقوقهم واستعادة دولتهم، لا ننتظر من الآخرين أن يدعموننا أو يقدموا لنا شيئا. نعم، إذا اسمح لي أستاذ نزار وأستاذ إبراهيم أن ينضم معنا عبر الهاتف الدكتور محمد قحطان القيادي في الحزب الاشتراكي من تعز. مساء الخير دكتور محمد. مساء النور والعافية. أهلا بك معنا، وأود أن تنقل لنا يعني مظاهر الاحتفال بعيد الوحدة في الشارع التعزي هذا العام. أولا كل عام وأنتم وجميع المشاهدين بخير، وأنت بخير، ولشعبنا الخلاص من الانقلاب وأثاره والتقدم والازدهار بإذن الله. احتفالات الوحدة اليمنية يعني بالذكرى 28 يعني في تعز، طبعا على المستوى الشعبي هناك يعني احتفالات في كل بكل طبعا مظاهرها الشعبية. على المستوى الرسمي على اعتبار انه السلطه الشرعيه والداخل في حرب مع الانقلابيين، وهناك طبعا يعني انشغالات بقضايا الحرب والامن، فعلى المستوى الرسمي لا نشهد يعني احتفالات كما ينبغي احتفالا ب
بالوحده، وانما يعني الاحتفالات الشعبيه يعني كما هو معروف عن تعز يعني في ذكرى مثل ذكرى الوحده يعني سخريه في كل بيت وفي الشوارع ايضا نلاحظ الفرحه على وجوه الناس. نعم. يعني والاحتفال بها بالوحده اليمنيه. دكتور محمد، يعني في الذكرى 28 يعني ما هي المخاطر التي تهدد الوحده، يعني مخاطر التشظي والتقسيم التي تحيط باليمنيين وبوحدتهم ايضا، كيف يمكن التصدي لها؟ هو اولا نشي نؤكد يعني للاخوه وبالذات الاخ اللي يعني يداخل من عدن انه الوحده اليمنيه قبل 90 كانت امل كل اليمنيين سواء كان في الشمال ولا في الجنوب، يعني كانت تعتبر كحلم للجميع. لكن يعني هو يتحدث ان هذا الحلم تحول الى كابوس بالنسبه لهم استاذ دكتور محمد. ايوه هو ليش تحول الى كابوس؟ ليش تحول الى كابوس؟ هناك يعني اسباب ينبغي انه نحن نفهم هذه الاسباب، وبالتالي يعني معالجه شنو؟ معالجه هذه الاسباب. فاذا ما نظرنا الى ما بعد الوحده هو كان يعني نعتقد بانها ستجلب الخير لليمنيين على مستوى الشمال وعلى مستوى الجنوب، على اعتبار انه كان هناك يعني امكانيات في الشمال وهناك امكانيات في الجنوب، يعني بالرغم من انه كان نظامين يعني اقتصاديين مختلفين، نظام اقتصادي راسمالي في الشمال ونظام اقتصادي اشتراكي في الجنوب، والكل اتفقوا على انه يعني توحد القدرات والامكانيات ويعني يحققوا الوحده اليمنيه اللي هي اساسا حلم كل اليمنيين، وكان كل اليمنيين قبل سنه 90 يناضلوا من اجل تحقيق يعني الوحده. وعندما اعلنت الوحده طبعا يعني المؤشرات كانت الاولى بانه الامن والاستقرار سيتحقق، لانه الوحده يعني تحققت بطريقه سلميه، وسيتجمع الامكانيات على مستوى الشطرين، وبالتالي يعني حيتحقق الخير الكثير لليمنيين. الا انه للاسف الشديد بدات المضاحكات يعني والصراع السياسي بين يعني شريكي الوحده. نعم دكتور محمد، يعني حتى استغل وجودك معي، دعنا نقفز من هذه المحطات التاريخيه ونتحدث عن واقعنا الان. هناك يعني مجموعة أو مكونة تطالب بالانفصال في ظل شعورهم بأن هذه الوحدة لم تقدم لهم شيء، على العكس استلبت منهم 28 عاما، يعني كيف يمكن يعني تلافي ذلك أو كيف يمكن الرد عليهم؟ هو بكل بساطة نحن نعرف أنه في 97 يعني خصوصا بعد حرب 94، في 97 حصل الحراك الجنوبي وبدات التعبئه، بدات التعبئه ضد الوحده، وكان الوحده هي السبب، بينما الاسباب كانت يعني معروفه انه طبيعه النظام اللي اسمه النظام السياسي والاستحواذ الذي تم من قبل يعني نظام صنعاء. فالامر اللي ادى الى انه يعني تفاقمت الاوضاع على كافه الاصعده، على المستوى السياسي عدم استقرار سياسي، على المستوى الاقتصادي يعني تدهور فظيع للجانب الاقتصادي، لاحظنا نعم. يعني ارتفاع في نسب البطاله وارتفاع في نسب الفقر. يعني الرد للاخوه دكتور محمد ساعود اليك، وبالذات بعد اللي اسمه بعد ثوره 11 دكتور محمد اسمح لي ساعود اليك. نعم سأعود إليك بعد أن أذهب بسؤال أخير للأستاذ نزار. أستاذ نزار، يعني الجميع يتحدث أن اليمنيين يعيشون الآن مأزق تاريخي في ظل عدم استقرار البلاد، ألا يمكن تأجيل مطالبتكم إلى أن يتم تحرير البلاد بالكامل وتعود الدولة ويتم استفتاء شعبي يعني معرفة ما الذي يريده الشارع فعليا، وبالتالي القيام يعني على أسس ذلك بما يجب؟ طبعا هذا السؤال يتوجب على الشماليين، هم من يجيب عنه. طبعا الجدية في عودة الجمهورية في الشمال تعود للقوى الشمالية التي
يجب ان تقاتل الحوثيين وتستعيد الجمهوريه. انا اتحدث عن اليمن الجمهوري الذي اعلنت عنه الوحده، لا تعيدني الى الجمهوريه العربيه اليمنيه، انا اتحدث عن 28 عام من جمهوريه يمنيه. انتهت الجمهوريه اليمنيه، انتهت بالنسبه لكم استاذ مستقبلا. نحن نتكلم حاليا عن الحدود الجغرافيه في الجمهوريه العربيه اليمنيه التي يجب ان يركز عليها الجميع حاليا. نعم، انتهت بالنسبه ربما المجلس الانتقالي المدعوم من الامارات، ولكن لا الشارع الجنوبي تحدث انه يريد لها الانتهاء، ولا الشارع الشمالي ايضا، ولا العالم معترف بهذا الانتهاء. شكرا جزيلا لك أستاذ نزار هيثم، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعي عضو اللجنة الإعلامية في المجلس الانتقالي، شكرا جزيلا لك. عودة إليك دكتور محمد، أعذرني على المقاطعة. نعم، المجلس الانتقالي ربما يعني يرى في هذه الوحدة أنها انتهت، وهو من يدعو للانفصال. نتحدث عن يعني جماعة تقول بأنه لا وجود للوحدة بعد اليوم، ما رأيك؟ أنا أعتقد بأنه هذا المنطق غير صحيح. هو من حق المجلس الانتقالي أنه يشكل يعني مكون سياسي ويكون له وجهة نظره، لكن يعني قضية الاستعجال في الانفصال في هذا الظرف يعني الذي تعيشه اليمن، أنا أعتقد بأنه خاطئ للغاية، على اعتبار أنه نحن ارتضينا طبعا بالمبادره الخليجيه، وايضا تولد عن المبادره الخليجيه وقت انتقالي، والوضع الانتقالي تولد عنه مخرجات تولد عنه مؤتمر الحوار الوطني اللي شارك فيه يعني كافه مكونات المجتمع اليمني من الشمال والجنوب، ويعني كانت نتيجه مؤتمر الحوار الوطني وثيقه مخرجات المؤتمر التي رسمت خارطة لمعالجة كافة المشاكل، سواء كان المشكلة الجنوبية أو مشاكل الأخرى اللي كان يسمى بمشكلة صعدة ومشكلة اليمن بشكل عام، كلها يعني عولجت بحوار وطني استمر لأكثر من 8 أشهر يعني في وعالج كافة المشاكل. وأنا أعتقد بأنه لولا الانقلاب نحن كنا يعني الآن في وضع آخر تماما، يعني الوضع استقرت في اليمن من الناحية السياسية وبدأت مسيرة التنمية، لكن اللي حصل إنه يعني تم الانقلاب على مؤتمر على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني في 21 سبتمبر و 2014، وبالتالي هذا الانقلاب يعني الحقيقة إنه أدى إلى تعميق المشكلة، يعني مشكلة اللي ينادي بها الإخوة الجنوبيين ومشكلة اليمن بشكل عام. نحن كنا يعني قاب قوسين أو أدنى من الاستفتاء من إقرار الدستور والاستفتاء عليه، ثم يعني الانتقال من المرحلة الانتقالية إلى بناء الدولة الاتحادية الفيدرالية التي أنا يعني أعتقد بأنها الحل طبعاً لليمنيين، لأنه الوحدة الاتحادية الفيدرالية سيتم فيها توزيع السلطة والثروة، وبالتالي سيتحقق الاستقرار السياسي، وسيكون هناك مجال كبير جداً لمشاركة يعني كافة محافظات اليمن بأقاليمها المختلفة، وبيتغير رأي الكثيرين من الآن اللي طبعاً يعني أثرت عليهم أوضاع يعني ما بعد 94. نعم، إذن شكراً. وكانوا يتهموا الوحدة وكأنها هي السبب، بينما يعني نعم اتضحت الفكرة دكتور محمد، شكرا يعني جزيلا لك. ما حصل من ممارسة يعني هو اللي وصل الناس إلى المطالبة بالانفصال. معالجة الأسباب سيؤدي إلى طبعا يعني إلى تغيير كثير من وجهة النظر المطروحة الآن. نعم، إذا شكرا جزيلا لك دكتور محمد قحطان القيادي في الحزب الاشتراكي، كنت معنا عبر الهاتف من تعز. عودة أخيرة لك أستاذ إبراهيم، في أقل من دقيقة، هل تراهن على صمود وحدة اليمنيين أمام كل العواصف التي تضرب البلد؟ أنا مراهن على صمود اليمنيين الشرفاء والوطنيين شمالا وجنوبا، والذين يدركون مدى خطورة المؤامرة على الشعب اليمني وعلى أرضه وعلى ثرواته داخليا وخارجيا.
أنا مؤمن أنه في آخر اليوم أن الشعب سينتفض وسيستعيد دولته وسينهي كل المشاريع الصغيرة، سواء كان ذلك مشروع استعادة الإمامة في الشمال أو استعادة التشطير في الجنوب أو ما بينهما من مشاريع صغيرة. وأنا متأكد أنه في آخر اليوم تضحية الشعب اليمني، وسيخرج الشعب اليمني من تحت الركام لاستعادة دولته ووطنه وبنائه. سنخرج من هذه الحرب إن شاء الله منتصرين وموحدين أكثر، وستنتهي تلك المشاريع الصغيرة والمرتزقة الذين يعملون على استعادتها وإنشائها وتدمير الشعب اليمني وخلق النعرات الطائفية والمناطقية. سوف يصبح اليمنيون في المستقبل أقوى بعد أن يخرجون من هذه الحرب المدمرة لكل اليمنيين سواء كانوا شمالا وجنوبا. وأنا في اعتقادي أن الحلم الأكبر والحقيقي لاستعادة الدولة وبناء الفدرالية سيكون من صالح اليمنيين ومن صالح الجيل القادم إن شاء الله. نعم، إذن شكرا جزيلا لك أستاذ إبراهيم القعطبي الناشط السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من نيويورك. الشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لنلتقيكم في مساء يمني جديد. كونوا برعاية الله وأمنه.